بالنسبه للفن الطلبي واش باغي تستقطب الشباب ولا ان الشباب ولات عنده اهتمامات وميولات اخرى؟ لحسن الحظ رغم انه كاين دابا موجه اخرى ديال 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 الفن الشبابي حاليا، ولكن هناك لاحظوا بان مثلا في الجمعيه ديالنا عندنا واحد النسبه كبيره ديال الشباب اللي كيجيو اللي كيهتموا بالطرب الاصيل، وايضا حتى في الاختيارات ديالهم الغنائيه فاش كنديروا الاستقطاب ديال المواهب كنلقاوهم انهم كيضبطوا مثلا الاغاني ديال السيده ام كلثوم ولا الاغاني ديال عبد الحليم. المهم يهتمون اكثر بما كل ما هو طربي اصيل. بالنسبه لكم داخل الجمعيه يعني علاش استحضرتوا هذه الفكره تاع الفن الطربي من غير الفنون الاخرى؟ ارتئينا انه لابد ان نلتفت وان نحافظ على هذا الموروث الطربي العربي والمغربي ايضا، لان حتى الثقافه الفنيه المغربيه هناك اغاني مغربيه عريقه ديال الفنانين اللي هما عظماء، اللي خصنا ضروري اننا نحافظوا على ديك الاغنيه المغربيه اللي تربينا عليها من الصغر. فمزيان هادشي اللي كيدار دابا كاغاني سواء كانت عربيه او مغربيه، ولكن لابد ان نلتفت لكل ما هو اصيل باش ما ينضطرش باش ما نساوهش. اذا هذا من بين الادوار ديال الجمعيه انها تحافظ على هذا الموروث الطربي العربي المغربي حتى لا ننسى، وحتى انه فيه تهذيب ديال الذوق، فيه ثقافه فيه، لان مثلا ملي كناخذوا اغنيه كنشوفوا القصيده ديال من، شكون غناها، شنو التاريخ ديالها، شنو السياق فاش خرجت، ماشي فقط نجيو وكنغنيو. تشوفوا ان اصلا هي مسؤوليه تاع المدرسه تاع المجتمع المدني باش يخليوا الشباب يهتموا بهذا الفن الطربي. تماما، لان من بين الاهداف ديال الجمعيه اننا نشتغلوا مع الشباب ونقربوا لهم من خلال الاغنيه، لان حاليا ملي كتبغي تدوز اهداف اللي هي تربويه نبيله الى اخره، اما كدوز عبر الفن كدوز بسلاسه، سواء عبر المسرح، عبر الفن التشكيلي، عبر الغناء. اذا من بين ان شاء الله الاهداف الكبرى ديالنا هو اننا نديروا ورشات اللي غيتعلموا فيها الشباب هاد الطرب، ومن خلاله غادي نقدروا نوصلوا مجموعه ديال الرسائل اللي فيها غادي نضمنوا او لا غادي نوجدوا واحد الجيل اللي هو مواطن، يعني حتى الحس ديال المواطنه من خلال الفن يربى وينمى عند الشباب.